مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اعلنت انطلاقة شوط الختام وختام الجداع، ثم ننتقل للثنايا المغلق. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اعلنت انطلاقة الشوط الثاني عشر الخاص للقعدان الجداع وختامي الجداع بتحدي كبير وانطلاقة مميزة وشعارات كبيرة وزاهية تزين لنا أرضية هذا الميدان بالتحديد دورة المصير. وهنالك شكرا للمعجزة النادرة بسباقاتها الأسبوعية وتصفية أيضا للموسم القادم على الأبواب. نتمنى لكل المشاركين والمتابعين الموسم القادم على الأبواب والمقدمة وصدارة شاهين وناصر بن سعيد بن علي بن دلهم الهاجري من يقدم لنا شاهين بتحدي كبير. ناصر بن سعيد بن علي بن دلهم الهاجري المركز الثاني، وصل الرهاوي وعنتر بن عبد الله المنخس من يقدم لنا ايضا اسم كبير وشعار مميز. وصل الواعي وحمد بن جابر بن جهمان البريدي المركز هذا الثالث. ما شاء الله، وصل ايضا شاهين وبخيت ابو نور راعي ايضا مزود اللي يقدم اداء جميل واندفاعه ايضا كبيره وطموحاته الى المستقبل. المركز الخامس، وصل مبعد وناصر وخالد وناصر المري. ما شاء الله، اداء جميل وانطلاقه ايضا مميزة وتحدي كبير. ما شاء الله، المركز الأول أول مقدمة هو الصدارة. هنالك تغيير المراكز، مركز إلى تلو المراكز الرهاوي وعنتر بن عبد الله المنخس من يقدم لنا أيضا اسم كبير وتحدي بهذا الشوط. والمركز الثاني ما شاء الله شاهين وناصر بن سعيد بن علي بن دلهم الهايري. المركز الثالث، وصل الواعي وحمد بن جابر بن جهمان البريدي. والمركز الرابع، وصل مبعد وناصر بن خالد بن ناصر المري. والمركز الخامس، ما شاء الله، وصل سوغان ومحمد بن سعد المري مع سوغان. ما شاء الله، يلا يا ابو سعد ركز. وهنالك شوط الختام وختامها مسك بتحدي كبير وانطلاقه ايضا مميزه. ما شاء الله، المقدمه ما زال الرهاوي وعنتر بن عبد الله المنخس من يقدم الرهاوي. انتصفت المسافه والمتبقيه اثنين كيلو وتراث. ركز يا المتركز. وهنالك اخذت النهاية، رحب بايضا ثلاثة مراكز اولى ومادة الزعفران موجودة بتحدي المركز الاول. ما شاء الله، المركز الاول مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. ما شاء الله، نتسلل الى المركز الاول بتحدي الواعي هو حمد بن جابر بن جهمان البريدي. يلا يا البريدي ركز، ولكن دخول مباشرة سوغان ومحمد بن سعد المري. يلا يا ابو سعد ركز. والمركز الثالث، وصل شاهين وناصر بن سعيد بن علي بن دلهم الهاجري. هو المركز الرابع، الرهاوي وعنتر بن عبد الله المنخس. والمركز الخامس، ما شاء الله، شاهين وبخيت ابو نور من يقدم شاهين بتحدي واندفاعه ايضا مميزه وانطلاقه ايضا سريعه وتحدي. ما شاء الله وتبارك الرحمن، اقتربنا من لائحه الكيلو متر الاخير، كيلو التحدي، كيلو ما بعده.
كيلو المركز الاول ما شاء الله اللي افتتح الكيلو مثل الاخير كيلو التحدي وكيلو الاعلان ما شاء الله شاهين هو ناصر بن سعيد بن علي بن دلهم الهاجري وصل شاهين وبخيت بنوره من يقدم شاهين الواعي في ثالث المراكز ايضا مشاهدينا الكرام حمد بن جابر بن جهمان البريدي ولكن دخول من سوغان محمد بن سعد المري والمركز الخامس ما شاء الله وصل الرهاوي وعنتر بن عبد الله المنخس العودة إلى المقدمة إلى شعار بن دلهم بتحدي وانطلاقة ختامي القعدان ثم لتغل أيضا آلية ثنايا المغلقة ولكن المقدمة هو الصدارة ما شاء الله تحركوا ما شاء الله اللي قادمين هو حجاري من الواصلين يا بن دلهم روح 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 شاهين وناصر بن سعيد بن علي بن دلهم الهاجري وبنورة غادم بشاهين شاهين وبخيت بنوره ولكن الغادي معلى اللي غادم عز وسالم من مقبل الف هيدا الف هيدا بتحدي كبير واندفاعه مميزه ولكن بن دلهم روح 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 بن دلهم روح بالتحدي ما شاء الله الامتار المجنونه والحاسمه شاهين ناصر بن سعيد بن دلهم ما شاء الله وتبارك الرحمن امتار حازمه امتار مجنونه ما شاء الله يا بن دلهم شوط الختام بن دلهم غادر بالتحدي بالناموس شاهين وناصر بن دلهم غادر بالتحدي شاهين ناصر بن سعيد بن علي بن دلهم سلام المركز الثاني كان من نصيب ايضا شاهين بخيط المركز الثالث ووصل عز وسالم بن مقبل توقيت الزمن ساعة وصول شاهين لخط النهاية قطع مسافة أيضا مسافة الأربعة كيلو مترات في زمن قدر 6:21 65 جزء تهانينا والناموس لمالك شاهين ناصر بن سعيد بن علي بن درهم شوط الختام والختام الخميس تهانينا والناموس